الصف الثاني الثانوي، المراجعة النهائية من بوكل كتاب الجيم. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض آخر حاجة في بوكل كتاب الجيم، تيست 16، وهنحل مع بعض إن شاء الله امتحان الدم. Number one, the police were on the space of the car accident in minutes. الشرطة كانت في vision رؤية، sight نظر، scene مشهد، view منظر. كانت في مشهد أو موقع حادثة السيارة خلال دقائق. 2. The Cairo Metro Network is now a lot bigger and the space work is in progress. شبكة مترو أنفاق القاهرة أكبر بكثير الآن، و intention نية، expansion توسع، suggestion اقتراح، destruction دمار. الإجابة الصحيحة هي B expansion، وأعمال التوسع في تطور. 3. This man is a space. He betrayed his friends. هذا الرجل يكون هو خان أصدقائه. Reliable موثوق، loyal مخلص، traitor خائن، believer مؤمن. الإجابة الصحيحة هي C traitor هو خائن. 4. In the play I watched yesterday, the hero was a space for power. He tried to replace the king. في المسرحية التي شاهدتها أمس كان البطل angry غاضب، thirsty عطشان، hungry جائع، lazy كسول. الإجابة الصحيحة هي C hungry. كان نهما أو جائع للسلطة. هو حاول يحل محل الملك. 5. These pills are temporary painkillers that will last only for hours. هذه الحبوب مسكنات ألم مؤقتة، فهي تستمر لمدة ساعات قليلة فقط. The antonym of the adjective temporary is space. مضاد الصفة temporary مؤقت هو spacious واسع أو فسيح، permanent دائم، relevant ذو صلة، strange غريب. الإجابة الصحيحة هي B permanent دائم. 6. I logged onto my college's website to be sure that my name was on the list for new students. أنا قمت بالدخول لموقع الكلية لي. make يصنع، do يفعل، take يأخذ، follow يتبع. الإجابة الصحيحة هي A make. ونكون عارفين ان make هنا دخلت دلوقتي في expression معناها تغير. make sure يتأكد، لأتأكد من ان اسمي في قائمة الطلاب الجدد. 7. My father is based to go to work by car but now he does. أبي didn't use, used, isn't used, uses. الإجابة الصحيحة هي A didn't use. أبي لم يكن معتادا على الذهاب للعمل بالسيارة، ولكن الآن هو يفعل. عادة في الماضي فاخترنا used to ونفناها بقى didn't used to. 8. By the end of the next summer, scientists base final vaccine to COVID-19. Who knows? بحلول نهاية الصيف القادم العلماء will have discovered, might have discovered, will discover, might discover. الإجابة الصحيحة هي B might have discovered. ربما سيكونوا قد اكتشفوا مصل نهائي للكوفيد-19، من يعلم. واخترنا might مش will عشان هو عطانا who knows، من يعلم، احنا مش متأكدين من ده، بس ده برضو بيدل على المستقبل التام. حدث سيكون قد تم بحلول وقت معين في المستقبل، ولكن احنا هنا مش متأكدين فخدنا مايت عشان تفيد الشك. 9. I'm sorry I can't go to your party. I spaced to the dentist that afternoon. أنا آسف لن أستطيع الذهاب لحفلتك. أنا am going, go, went, have been. الإجابة الصحيحة هي A am going. أنا سأذهب لطبيب الأسنان بعد الظهيرة. اخترنا I'm going لأن دي ترتيبات، هو أكيد دلوقتي حجز وعرف ميعاد وكل حاجة. 10.
There is only a small difference. هناك اختلاف أو فرق صغير فقط. This phone is space bigger than that one. هذا الهاتف slightly far as more. الإجابة الصحيحة هي A. slightly. هذا الهاتف أكبر بقليل من ذلك الهاتف. 11. This digital camera space to my friend May. هذه الكاميرا الرقمية belongs, is belonging, is belonged, have belonged. الإجابة الصحيحة هي A. belongs. تخص صديقتي ماي. 12. A technician sprayed the air conditioner before we move into the new house. فني أو تقني has checked, will have checked, had checked, was checking. الإجابة الصحيحة هي B. will have checked. فني سيكون فحص مكيف الهواء قبل أن ننتقل إلى المنزل الجديد. 13. By this time next week, I space all my exams. بحلول هذا الوقت الأسبوع القادم أنا am finishing, finished, have finished, will have finished. الإجابة الصحيحة هي D. will have finished. سأكون قد انتهيت من كل امتحاناتي. اخترنا مستقبل تام، حدث سيكون قد تم بحلول وقت معين في المستقبل. 14. My sister can hardly swim. Space. أختي لا تستطيع السباحة. Can't she? Doesn't she? Can she? Does she? الإجابة الصحيحة هي C. Can she. اخترنا إثبات مش نفي، لأن عندنا hardly أتتنا معنى النفي. 15. Say goodbye to ولاء now. By the time you return, she's based for Saudi Arabia. قل وداعا لولاء الآن، فبحلول الوقت أو بحلول وقت عودتك هي will be leaving, will have been leaving, will have left, will leave. الإجابة الصحيحة هي C. will have left. ستكون غادرت للسعودية. برضو هنا اخترنا مستقبل تام، إن حدث سيكون قد تم بحلول وقت معين في المستقبل. بحلول عودته ستكون قد غادرت. Read the following passage then answer the questions. Dreams haven't rested puzzled and even frightened the people. لقد أثارت الأحلام اهتماما وحيرة وحتى تخويف الناس. They thought that dreams always come true and that they came from something outside the person dreaming. فكانوا يعتقدون أن الأحلام تتحقق دائما وأنها تأتي من شيء خارج الشخص الذي يحلم. Since the end of the 19th century, physicians and psychologists and other scientists have been studying dreams. ومنذ نهاية القرن التاسع عشر كان الأطباء وعلماء النفس وعلماء آخرون يدرسون الأحلام. Although they still have much to learn, they think that dreams are created by the dreamer, granted, or in which they become somebody they would like to be. وعلى الرغم من أنه لا يزال لديهم الكثير ليتعلموه، إلا أنهم يعتقدون أن الأحلام يتم إنشاؤها بواسطة الحالم أو الأشخاص الذين يرغبون في أن يصبحوا عليهم. These are wish-fulfilling dreams. They occasionally dream they are being chased by robbers or are in danger from fire or flood. وهذه أحلام تحقق الأمنيات، فيحلمون أحياناً بأنهم مطاردون من قبل لصوص أو أنهم في خطر من الحريق أو الفيضانات. These frightening dreams are called nightmares. وتسمى هذه الأحلام المخيفة بالكوابيس. People usually have nightmares when they are upset about something. وعادة ما يعاني الناس من الكوابيس عندما ينزعجون من شيء ما. Studies about the causes of dreams show many reasons. وتظهر الدراسات حول أسباب الأحلام العديد من الأسباب. For example, changes in the brain occur during sleep
and these are probably related to dreaming. فعلى سبيل المثال تحدث تغيرات في الدماغ أثناء النوم وربما تكون مرتبطة بالحلم. But no one knows enough yet about the brain changes in dreaming to say exactly what they are. ولكن لا أحد يعرف ما يكفي حتى الآن عن تغيرات الدماغ في الحلم ليقول بالضبط ما هي. A dreamer's health affects his dreams. وتؤثر صحة الحالم على أحلامه. A person who is ill will have different kinds of dreams from those of one who is well. فالشخص المريض لديه أنواع مختلفة من الأحلام عن تلك التي يحلم بها الشخص السليم. If a person is hungry or cold or tired, his dreams may include these feelings. فإذا كان الإنسان جائعاً أو بارداً أو متعباً، فقد تتضمن أحلامه هذه المشاعر. In addition, a large part of any dream comes from the events of the day before. بالإضافة إلى ذلك، يأتي جزء كبير من أي حلم من أحداث اليوم السابق. Often the persons or situations in a night dream are those the dreamer met during the day. وغالبا ما يكون الأشخاص أو المواقف في الحلم هم أولئك الذين التقى بهم الحالم أثناء النهار. The feelings of happiness or disappointment which came out in dreams were probably in the dreamer before. وربما كانت مشاعر السعادة أو خيبة الأمل أو الإحباط التي ظهرت في الأحلام شعر بها الحالم من قبل. All that dream does is to give them an outlet. وكل ما يفعله هذا الحلم هو منحهم مخرجا. Choose the correct answer from A, B, C or D. 16. Changes in the brain take place in space. التغيرات التي تحدث في المخ تحدث. الإجابة الصحيحة هي C. During sleep أثناء النوم. 17. Space is a terrible dream. ما هو الحلم الفظيع أو الرهيب؟ الإجابة الصحيحة هي B. A nightmare الكابوس. 18. The underlined word them refers to space. كلمة them التي تحتها خط تشير إلى. الإجابة الصحيحة هي A. Feelings المشاعر. 19. We have been studying dreams for space. نحن ندرس الأحلام لي. الإجابة الصحيحة هي D. More than a century. أكثر من قرن. 20. We have been studying dreams since the end of the 19th century. من كان يدرس الأحلام منذ نهاية القرن التاسع عشر. الإجابة الصحيحة هي D. All of these. Scientists العلماء. Psychologists علماء النفس. Physicians الأطباء. 21. When do people usually have nightmares? متى عادة ما يحلم الناس بالكوابيس؟ الإجابة الصحيحة هي A. When they are disappointed and sad about something. عندما يكونوا محبطين أو حزينين من شيء ما. 22. Dreams are obviously affected by space. من الواضح أن الأحلام تتأثر ب. الإجابة الصحيحة هي D. All of these. كل هذا. The dreamer's friends. أصدقاء الحالم. The dreamer's health. صحة الحالم. The dreamer's family. وعائلة الحالم. 23. The antonym of the word disappointment is space. مضاد كلمة disappointment الإحباط هو. الإجابة الصحيحة هي C. Satisfaction الرضا. ترجمة. Translate from English into Arabic. Public means of transport have been modernized all over Egypt. As a result, people save much time and effort by reaching their destination more comfortably than before. ترجمة صحيحة هي B. تم تحديث وسائل النقل العام في جميع أنحاء مصر، ونتيجة لذلك يوفر الأشخاص الكثير من الوقت والجهد نظرا للوصول إلى وجهتهم بشكل مريح أكثر من ذي قبل. الخطأ في A لا يتوفر
والخطأ في سي لا يوفر، والخطأ في دي لا يبذل. ترجمة من عربي الإنجليزي: يوجد الكثير من المزايا للمعيشة بالخارج، حيث يستطيع المرء اكتساب الخبرات الكثيرة والإلمام بالثقافات الأخرى، بالإضافة إلى تنمية قدراته في الاعتماد على النفس لتحقيق أحلامه. الترجمة الصحيحة هي B: There are many advantages to living abroad, as one can gain a lot of experiences and learn about other cultures, in addition to developing his abilities and self-reliance to achieve his dreams. الخطأ في A: To make. والخطأ في C: Familiarity. والخطأ في D: Atmosphere. امتحان الدمج number 1. It isn't a good idea for a good friend to agree based on your ideas whether good or bad. إنها ليست فكرة جيدة عن الصديق الجيد أن يوافق على كل أفكارك سواء كانت جيدة أو سيئة. For, in, about, a. الإجابة الصحيحة هي C: About. Agree about. يوافق على. 2. It really annoys me when you don't listen to what I'm saying. إنه يزعجني حقا عندما لا تستمع لما أقوله. The adjective of the verb annoy is space. الصفة من الفعل annoy هي. Annoys يزعج. Annoyance إزعاج. Annoyed منزعج. Annoyingly بطريقة مزعجة. الإجابة الصحيحة هي C: Annoyed منزعج. 3. Samir's grandma brings him a number of space every time she comes to visit. جدة سمير تحضر له عدد من awards جوائز، وغالبا ما تكون رسمية، presents هدايا، puzzles ألغاز، prizes جوائز. الإجابة الصحيحة هي B: presents. غالبا ما تحضر له العديد من الهدايا كل مرة تأتي لزيارتهم. 4. I think pollution in large cities is space worse than it used to be. أعتقد أن التلوث في المدن الكبرى exactly بالضبط almost غالبا far أكثر as مثل أو ك. الإجابة الصحيحة هي C: far. أسوأ بكثير عما اعتاد أن يكون عليه. 5. My uncle is air and space. He collects and tells and news for newspapers, radio or TV. عمي يكون news reader, مذيع, photographer, مصور, interviewer, محاور, reporter, صحفي. فهو يجمع ويقول الأخبار في الجرائد والراديو أو التلفزيون. الإجابة الصحيحة هي D: reporter, صحفي. 6. It's important to know the space of each piece of news and to make sure it is true. من المهم أن تعرف end نهاية source مصدر result نتيجة reason سبب. الإجابة الصحيحة هي B: source. من المهم أن تعرف مصدر كل معلومة أو مصدر كل خبر وتتأكد من أنه صحيح. 7. It is air and space task to participate in keeping the environment clean. إنه charging شحن simple بسيط challenging تحدي أو صعب obvious واضح. الإجابة الصحيحة هي C: challenging. إنها مهمة متحدية أو بها تحدي يعني أو صعبة أن تحافظ على البيئة نظيفة. 8. My father's place to go work, to work by car, but now he does. أبي didn't use, isn't used, uses. الإجابة الصحيحة هي A: didn't use. لم يعتد أبي على الذهاب للعمل بالسيارة، ولكن الآن هو يفعل. عادة لم تكن موجودة في الماضي وأصبحت موجودة الآن، فاستخدمنا didn't use to. 9. I wish I space more for this test. I can't answer a lot of questions. أتمنى لو أني studied. الإجابة الصحيحة هي C: have studied. أتمنى لو أني ذاكرت أكثر لهذا الامتحان لا أستطيع الإجابة على الكثير من الأسئلة.
اخترنا مضارع تام لأن ده حدث وقع في الماضي وما زال أثره قائم في الحاضر ولا يستطيع الإجابة على الأسئلة. 10. There is only a small difference. This phone is space bigger than that one. هناك اختلاف أو فرق صغير فقط. هذا الهاتف slightly قليلا far كثيرا as مثل أو ك more أكثر. الإجابة الصحيحة هي B slightly. هذا الهاتف أكبر قليلا من ذلك الهاتف. 11. أشرف was surprised to discover that he space to a higher position in the company. أشرف كان مندهشا عندما اكتشف أنه has been promoted, was promoting, had been promoted, had promoted. الإجابة الصحيحة هي C had been promoted. عندما اكتشف أنه تم ترقيته لمكانة أعلى في الشركة. 12. When I went to the mechanics, I was pleased to find that my car space well. عندما ذهبت إلى الميكانيكي أنا كنت مسرورا لإيجاد سيارتي had been repaired, had repaired, was repairing, has been repaired. الإجابة الصحيحة هي A had been repaired. أن سيارتي كانت قد صلحت بشكل جيد. 13. I finally finished reading the novel you space me. أنا أخيرا أنهيت قراءة الرواية التي were lending, have lent, had been lent, had lent. الإجابة الصحيحة هي D had lent التي أعرتني إياها. هو أعاره الأول وبعد كده هو أنهى القراءة عشان كده اخترنا الإعارة ماضي تام. 14. Traveling by plane is speed than traveling by train. السفر بالطائرة the most comfortable, comfortable, much more comfortable, much comfortable. الإجابة الصحيحة هي C much more comfortable. مريح أكثر بكثير من السفر بالقطار. 15. He no longer smokes as he space. هو لم يعد يدخن مثلما used to. الإجابة الصحيحة هي B used to مثلما اعتاد. Read the following passage then answer the questions. Bees are active and busy creatures. النحل مخلوقات نشيطة ومشغولة. Honey bees work day and night. ويعمل النحل ليلا ونهارا. They take shifts for sleeping. ويأخذوا مناوبات للنوم. Bees live in a house that is called a hive. ويعيش النحل في منزل يسمى خلية النحل. There are three kinds of bees. وهناك ثلاثة أنواع من النحل. Workers, drones, and queens. العمان والذكور والملكات. Only one queen bee can live in each hive. ويمكن أن تعيش ملكة نحل واحدة فقط في كل خلية. If she is lost or dead, the other bees will stop their work. وإذا فقدت أو ماتت سيتوقف النحل الآخر عن عمله. Bees are very wise and busy little creatures. والنحل مخلوقات صغيرة حكيمة ومشغولة للغاية. They all join together to build cells of wax for their honey. ويتحدون جميعا معا لبناء خلايا من الشمع لعسلهم. Each bee takes its proper place and does its own work. وتأخذ كل نحلة مكانها الصحيح وتقوم بعملها الخاص. Some go out and gather honey from the flowers. Others stay at home and work inside the hive. فبعضهم يخرجون ويجمعون عسلا من الزهور ويبقى الآخرون في المنزل ويعملون داخل الخلية. The cells which they build are all of one shape and size and no room is left between them. وكل الخلايا التي يبنونها كلها ذات شكل وحجم واحد ولا تترك مساحة بينها. The cells aren't round. والخلايا ليست مستديرة. They have six sides.
فبها 6 جوانب. Have you ever looked into a glass hive to see the bees while at work؟ هل سبق لك أن نظرت في خلية زجاجية لرؤية النحل أثناء العمل؟ It is pleasant to see how busy they always are. إنه لأمر صار أن ترى مدى انشغالهم الدائم. But the drones don't work. ولكن الذكور لا يعملون. Before winter comes, all the drones are driven from the hive so that they don't eat the honey which they didn't gather. قبل حلول فصل الشتاء يتم طرد جميع الذكور من الخلية حتى لا يأكلوا العسل الذي لم يجمعوه. It isn't safe for children to handle bees. ليس من الآمن للأطفال أن يتعاملوا مع النحل. Bees have a painful sting that they use in their defense. فالنحل لديهم لدغة مؤلمة يستخدمونها في الدفاع عن نفسهم. When a honey bee sting a person, it can't pull the barbed stinger back out. وعندما تلدغ النحلة شخصا فإنها لا يمكنها سحب اللسعة الشائكة أو هي الشوكة اللي بتلسع بها للخارج. It leaves behind not only the stinger but also a part of its abdomen and digestive tract, the honey bee. ولا تترك وراءها الشوكة فحسب بل تترك أيضا جزء من بطنها وجهازها الهضمي. Honey bees are the only bees to die after stinging. ونحل العسل والنحل الوحيد الذي يموت بعد اللسع. 16. The passage describes space. الفقرة تصف. الإجابة الصحيحة هي D. The life of bees. حياة النحل. 17. What distinguishes bees from other creatures? ما الذي يميز النحل عن المخلوقات الأخرى؟ الإجابة الصحيحة هي A. They are active, wise and busy. هم نشيطين، حكيمين ومشغولين. 18. When the bees build the cells, they space. عندما يبني النحل الخلية، هم الإجابة الصحيحة هي B. Leave no room between them. لا تترك مساحة بينهم. 19. The cell's shape is space. شكل الخلية الإجابة الصحيحة هي C. Hexagonal سداسي. 20. Bees are a kind of space. النحل نوع من الإجابة الصحيحة هي B. Insects الحشرات. 21. When a honey bee stings a person, space. عندما تلسع نحلة العسل شخص الإجابة الصحيحة هي B. It leaves its stinger. تترك شوكتها به. 22. Honeybees are considered space creatures. نحل العسل يعتبر الإجابة الصحيحة هي C. Organized. مخلوقات منظمة. 23. When the queen dies. عندما تموت ملكة نحل العسل الإجابة الصحيحة هي C. The other bees stop working. النحل الآخر يتوقف عن العمل. ترجمة. Translate from English into Arabic. Almost half of the private sector workforce work in small businesses. So we must encourage entrepreneurs to employ more young people. الترجمة الصحيحة هي C. يعمل ما يقرب من نصف القوى العاملة في القطاع الخاص في الشركات الصغيرة. لذا يجب أن نشجع رواد الأعمال على توظيف المزيد من الشباب. الخطأ في A يجب ألا نشجع، والخطأ في B يجب ألا نشجع، والخطأ في D يعمل معظم نصف القوى العاملة وتوظيف الأكثر. ترجمة من عربي الإنجليزي. فقد جعلت وسائل الاتصالات الحديثة العالم مثل القرية الصغيرة التي ينتشر فيها الخبر بسرعة كبيرة. يمكنك معرفة ما يحدث في أي مكان في العالم فور وقوعه. الترجمة الصحيحة هي B. Modern means of communication have made the world like a small village in which news spreads very quickly. You can know what is happening anywhere in the world as soon as it happens.
الخطأ في A at that و somewhere. الخطأ في C nowhere و drops. والخطأ في D art. Modern communication art. كده أنهينا معاكم مراجعة بوكلت الجيم. حلينا كل الامتحانات سوا. إن شاء الله ربنا يكتب لكم التوفيق وتفرحونا بأخبار النتيجة الكويسة إن شاء الله بعد الامتحانات.